أنا مصرية، أنا مصرية ابنة هاجر المصرية، خلقت قوية بإرادة ربانية، أنا مصرية. لا لازم أدي فرصة للباقي يقول. حقيقة أستاذي والأب الروحي والشخصية العظيمة الراقية الناقد الكبير والأديب الكبير والناشر والحقيقة مستشار لفض منازعات وشخصية عظيمة مجتمعية وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ صالح شرف الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني أبطأ الغيث أثقله. أنا سعيد إن أنا في الزمالك بعد 55 سنة أرجع تاني الزمالك. إحنا كنا في الزمالك بعد ما تهجرنا 67 ورفضوا إن إحنا ناخد ملعب كويس جنبهم، فالزمالك احتضنتنا و68 أنا دخلت الزمالك وأنا عندي حوالي 9 سنين. والحقيقة أنا بشكر الزمالك لأنها وقفت معانا في الهجرة بعد ما تهجرنا. وقفت الزمالك معانا وقفة كبيرة، كانت السبب في إن الإسماعيلي سجل بحروف من نور إنه النادي المصري الأول الذي أخذ بطولة أفريقيا. وكانت بطولة أفريقيا سنة 69 ونحن في عز الصمود والتصدي وحرب الاستنزاف من أعظم الدفعات المهمة للانتصار بعد كده. فبنحيي الزمالك، بالله عليكم حيوا الزمالك، لأنه اللي ما تقطعش فيه الأسية ما يطمرش فيه المعروف. عشان كده وأنا مش هتكلم الحقيقة على إنه الست سنين الصعبة اللي احنا عشناهم، احنا ما شفناش الحرب فيديو ولا قرينا عنها، احنا كانت بتعدي فوق دماغنا حبات المدفعية زي حبات الضفات الطماطم. احنا وانا عندي 10 سنين قبل الهجرة مباشرة جمعت طيار اكبر حتة فيه قد كده، طيار مصري وقع طيارته. تخيلوا طفل بالشكل ده. لكن انا هلتزم بالاغاني وموضوع الندوة وهقول ان عدى النهار اللي عملها الابنودي وعبد الحليم حافظ هي اللي وقفتنا على رجلينا. ولما بيوت السويس فيها عبارة والله يا عم ابو ري هنرجع، هو بيقسم وهو تحت الاحتلال انه هيرجع. ده اللي بيخلينا نقول ان الشعراء فعلا هم الامل وهم الحاجات دي. انا مش هقول الكلام ده، انا هقول حاجه فيها توعيه الحقيقه، بس انتوا هتغنوا معايا لان احنا عايزين نغني نخرج بقى من النقد والحاجات دي الى الغنى. وانا كتبت كتير طبعا لسينا لان عشت فيها فتره، وكتبت كتير لخط الخنان، وكتبت كتير بعد، لكن كانت اعظم كتاباتي لما كنت بنادي فيهم وبقول هيا 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 يا سيناء انتفضي يا حبة رمل ذهبية، اجتثي شجر الإرهاب، اقتلعي جذر الهمجية، قولي للأشرار ارتحلوا، أرضي وسمائي مصرية، أرضي وسمائي مصرية. كتبتها 2016 وكنت سعيد بانتهاء عزلة سينا ومرور الأنفاق من تحتها ومرور المياه إلى سينا، وسعيد أكتر بأبناء الأرض الحقيقية أبناء سينا وهم يعودوا ليمتلكوا زمام الأمور ويقضوا على داعش بنسبة أكتر من 90%. أنا هقول لكم بقى يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين، يمينك نور رباني وشمالك نور العين. السفينة رجعت، وده معنى خط القنال كله بيحب السفينة. السفينة كانت البنبوطية يطلعوا يبيعوا لها، السفينة بتجيب لنا فلوس، السفينة مرورها معناها سلام، السفينة يعني أمان. السفينة جاية من فين؟ من البحر المتوسط. بنبدأ بالراجل اللي لازم نقول الحق وننحاز إلى الحق والحقيقة، فنقول ربان سفينتنا قال، ربان سفينتنا قال هنوسع الكنال، راجل قد الكلام
والعام يمر أوام وعد الحر دين يا سفينة يا معدية بتنالي بين شطين يمينك نور رباني بورسعيد الإسماعيلية والسويس وشمالك نور العين سينا يا ريت نغنيها مع بعض ولما أقول نور العين تقولوا يا سفينة يا سفينة ثلاث مرات يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة يا سفينة يا سفينة ربان سفينتنا قال هنوسع الكمان راجل قد الكلام والعام يمر أوام ووعد الحر دين ده وعد الحر دين يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة يا سفينة يا سفينة جاية من البحر سفينة بتمر في أحلامينا البسلة بورسعيد ومهما نقول ونعيد دي أم الفدائيين دي أم الفدائيين يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة يا سفينة يا سفينة في وسط كنالي عروسة في وسط كنالي عروسة هدية من العين محروسة يلا ردوا التحية الغالية دي اسمع ليا ليها في قلبي حبين ليها في قلبي حبين يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة يا سفينة يا سفينة آخر المجرى الرئيسي آخر المجرى الرئيسي عريسي كالسويسي آخر المجرى الرئيسي عريسي كالسويسي سويس أم البطولة وسويسي قد الأولى روح اسأل الأربعين روح اسأل الأربعين يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة يا سفينة يا سفينة يا سفينة هستناكي وأعد الصعب معاكي وأوسع ليكي كنالي وأقدم ليكي الغالي يا حب المصريين يا حب المصريين يا سفينة يا معدية في كنالي بين شطين يمينك نور رباني وشمالك نور العين يا سفينة شكرا الأب الروحي والمبدع